وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، نتحدث عن حقيقة الأخلاق، هذه الأخلاق التي تظهر على الإنسان سواء كانت طيبة أو رديئة، طيبة أو سيئة، ما حقيقة هذه الأخلاق؟ هل لها ارتباط بالداخل؟ يعني هل لها ارتباط لها بالإيمان، بقوة الإيمان، بقلة الإيمان، بذهاب الإيمان عياذا بالله؟ أقول إخوة الكرام أن الذي ثبت إخوة الكرام أن هذه الأخلاق التي تظهر على محيا الإنسان سواء كانت طيبة أو سيئة، هذه لها ارتباط كامل أو كبير بهذه بالداخل. يعني هذه الأخلاق التي تظهر على الإنسان هي حقيقته أو صورته الباطنية، يعني هو الإنسان الذي يظهر الأخلاق الطيبة أو يظهر الأخلاق السيئة، هو يقول هذه حقيقتي، يعني هذا هو باطني، يقول للناس هذا هو ما أكنه من أخلاق سيئة أو أخلاق طيبة. لذلك يقول إخوة الكرام أن السلوك الظاهر في الخارج مرتبط بالباطن. وبين الله سبحانه وتعالى أن الفرائض التي افترضها الله تعالى تؤثر في الإنسان وتهذب، يعني إذا زاد الإيمان وجدنا الأخلاق الطيبة، وإذا ذهب الإيمان أو قل الإيمان وجدنا الأخلاق تتردى نوعا ما. ولذلك يعني وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، وجدنا أكمل الناس أخلاقا، ولذلك أثنى الله تعالى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ولا شك في كمال يعني إيمانه صلى الله عليه وسلم. أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الفرائض التي يعني يؤديها المسلم من صلاة وصيام وحج وبذل وصدقة وبر وإحسان، هذه لها صلة بهذه الأخلاق. ولذلك يا إخوتي الكرام، نحن أهل الإسلام عندنا هذه الفرائض ليست يعني حركات تؤدى أو عبادات تؤدى فقط، نعم هي عبادة لله أول في المقام الأول، ولكنها تعود على الإنسان بالأخلاق الكريمة، وتعود عليه بالتهذيب والاستقامة، توجهه هذه الفرائض توجه الإنسان إلى الوجهة الصحيحة، وترشده وتدله على الخير وتهذبه. الإنسان يا إخوتي الكرام إذا كان من المصلين، يعني وسوست له نفسه بشيء ما، أو أنه يعني أن الشيطان أو ذكرته صلاته بأنها تنهاه عن هذا، وأنه أن الله تعالى شرع هذه الصلاة لكي يستقيم. هناك يقول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا الله تعالى، تذكروا الله تعالى الذي أمرهم بالاستقامة، تذكروا الله تعالى الذي يغفر الذنوب، الذي يعفو، الذي يجازي بالمراتب الرفيعة لمن صبر على طاعته وصبر عن معصيته وصبر على أقداره. أقول إخوتي الكرام إن الله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني يجب الصلاة الحقيقية التي يريدها الله عز وجل والتي شرعها الله تعالى ويريد الله تعالى من ورائها أن العبادة أولا له سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم يريد الله تعالى أن يستقيم عبده كما قال الله تعالى في آيتين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني الصلاة تهذب الإنسان، تنهاه عن الفحشاء، تقومه، تأخذ بيده إلى الطريق المستقيم. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، ربط الله تعالى يعني ذكر الفلاح بذكره، فقال الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن الصيام قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون، يعني من أجل أن تنالوا التقوى، من أجل أن يعني تتشرفوا بالتقوى، التقوى التي هي طريق ممهد إلى مرضات الله، إلى جنات النعيم. المتقون الذين حصل الله القبول فيهم، يعني أن الله لا يقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى يأتي الصيام يأتي بالتقوى بعد إذن الله عز وجل. فشرع الصيام لكي ينال العبد تقوى الله تعالى، لكي يتشرف العبد بتقوى الله تعالى الذي يهيئه لمرضاته. كذلك في الصيام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الصائم هذا إذا كان يعني لا يستطيع، والعياذ بالله، إذا كان لا يمسك لسانه ولا يمسك جوارحه عن ما حرم الله، فلا داعي من أن يجوع نفسه. ولذلك في الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني هو يجوع نفسه ويعطش لا أكثر ولا أقل. لماذا؟ لأن هذا صام بطنه وفرجه ولم تصم جوارحه، يعني ينظر إلى الحرام ويسمع الحرام ويبطش بيده الحرام ويمشي إلى الحرام ويفعل الحرام من الألف إلى الياء ويقول أنا صائم. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني الله تعالى شرع الصيام من أجل غاية، غاية عظيمة وهي التقوى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين عليه الصلاة والسلام أن الصيام الحقيقي هو الذي يهذب صاحبه، هو الذي يمسك صاحبه عن أن يتعدى حدود الله أو أن يفعل ما لا يرضيه الله عز وجل. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج أيضا يهذب الإنسان ويخرجه من الذنوب ويغسله ويطهره. هذه الفرائض، يعني هذه الفرائض تهذب الإنسان. ولذلك إخواني، يعني كان من المطلوب من المصلي مثلا أو من المسلم المستقيم أن تظهر عليه أخلاق المسلمين أو أخلاق الصلاة وأخلاق المستقيمين. يعني لا نجد تفسيرا لإنسان يقول أنه متدين وأنه يصلي وأنه يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى ثم يظهر بأخلاق سيئة، هذا تفسير على أن إيمانه قد انحسر أو أن إيمانه قد ذهب أو ضعف والعياذ بالله، أو أن الفرائض الذي يؤديها لا يؤديها مخلصا لله تعالى أو لا يؤديها كما ينبغي. ولذلك شيخ الإسلام يعني يقرر هنا هذا المعنى فيقول رحمه الله: إذا نقصت الأعمال الظاهرة والباطنة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان. وهذا كلام واضح. إذا نقصت الأعمال الإنسان أو أخلاق الإنسان الظاهرة أو الباطنة كان هذا دليلا على نقص الإيمان. ثم يقول رحمه الله: فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة. يعني هناك إيمان كامل في القلب فتنعدم الأخلاق الظاهرة، يعني هذا يعني كيف يفسر؟ لا يفسر إلا أنه والعياذ بالله مع قلة الإيمان تظهر الأخلاق السيئة ومع كمال الإيمان تظهر الأخلاق الكريمة. وهذا والله يخوف يا إخواني، هذا يخوف الإنسان. يعني الإنسان الذي والعياذ بالله ابتلي بالأخلاق السيئة أيا كانت أو ظهر بأخلاق رديئة، هذه علامة على 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 قلة إيمانه وضعف ارتباطه بربه جل وعلا، وأن هذه الفرائض إن كان يؤدي شيئا من الفرائض فإنها لا تؤثر عليه. يعني الفرائض هذه حقيقتها أنها تهذب الإنسان، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل يلزم من وجود هذا الإيمان وجود الأخلاق كاملة. يعني إذا وجد الإيمان الكامل وجدت الأخلاق الكاملة. ولذلك كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله تعالى عليه فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وتتبع
سيرته صلى الله عليه وسلم ستجده صلى الله عليه وسلم يعفو عن المخطئ ولا يؤاخذه ويعني يتواضع للصغير، يسلم على الصبيان، تأخذه الأمة إلى حيث تشاء، تسأله، تكلمه، تأخذ منه ما تريد، يتواضع مع أهله مع أرحامه حتى أعجب به عدوه. يعني انظر إلى مثلا إلى المخطئ، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم المخطئ الذي مثلا الأعرابي الذي بال في المسجد، هم الصحابة بضربه لأنه بال في المسجد. مثلنا اليوم لو وجدنا إنسان يتبول في المسجد ماذا سنفعل به؟ أعتقد أننا والعياذ بالله سوف نقطعه، لا نضربه فقط بل سوف نقطعه. لكن انظر، وهذا غير صحيح، يعني الصحيح أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة المخطئ والخطأ. فهذا إنسان يعني جهل مقام المسجد وتبول في المسجد، مثل الطفل الصغير الذي يدخل المسجد ويتبول لأنه لا يعرف قيمة المسجد ولا قدر المسجد. فهل معنى ذلك أننا نضرب الطفل ضربا مبرحا، نكسر عظامه ونهشم لحمه؟ كذلك الإنسان المخطئ، الإنسان الذي يعني إنسان جاهل لا يعرف قيمة المسجد فتبول في المسجد، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عالج هذا بأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام. يعني أعتقد والله أعلم إخوتي الكرام أن الذي يعني يكمل إيمانه يهديه الله تعالى إلى أحسن الأخلاق، ولا شك في ذلك، لا يعني نتيقن من ذلك أن الذي يكمل إيمانه يهديه الله تعالى يعني إلى أحسن الأخلاق. أكمل الإيمان، أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم خطأ الأعرابي الذي بال في المسجد بالتي هي أحسن، بالحسنى، حتى يعني قام الأعرابي توجه إلى ربه يدعو له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعو لأحد، يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، إعجابا ورضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عامله المعاملة الحسنة ولم يرضى عن أولئك الصحابة الذين هموا بضربه. كذلك الشاطبي رحمة الله تعالى يقرر هذا، فيقول الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن. وهذا يا إخواني والله يعني يجعل الإنسان يقف مع نفسه ويتفكر. هذه الأخلاق التي تظهر على الإنسان لها ارتباط وثيق بالداخل، سواء كانت مستقيمة أو رديئة. فإذا كان الظاهر منخرما يعني خربان وعاثر، فهذا دليل على أن الباطن كذلك. وإذا كانت الأخلاق الظاهرة مستقيمة وعالية جدا، فمعنى هذا أن الباطن عامر بتقوى الله تعالى. فيعني نتقي الله تعالى يا إخواني في أن الإنسان يتحلى بالخلق الكريم. أنا أقول لكم الخطورة أيضا، حتى يا إخواني من عرف بصلاة وزكاة وصدقة وبر وصلاة ليل، عرف عنه بعض الأخلاق الضعيفة. يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول من الناس من عنده صلاة وذكر وصدقة وقيام ليل وإنفاق، ولكنهم في الأخلاق متأخرون. وهذا المعنى أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة عن أتدرون من المفلس، يقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني الصحابة بشر يجيبون بإجابة البشر، أن المفلس حقيقة المفلس كما يجيب أكثر الناس أو وكل الناس بأن المفلس. الآن الإنسان احنا نسميه مفلس، المفلس الذي ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، ما عنده أموال أو ما عنده مال. فالصحابة هكذا قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لا يريد هذا المعنى، يريد المعنى البعيد، يريد الإفلاس الحقيقي، يعني الإفلاس يوم القيامة الذي يأتي والعياذ بالله فيخسر، كما قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالمفلس يقول عليه الصلاة والسلام من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى للناس، فيؤخذ من حسناته فتعطى للناس، فإذا فإن فنيت حسناته
أخذ من سيئات الناس وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفسد، هذا هو المفلس الذي أفلس والعياذ بالله يوم القيامة. ولذلك أقول لكم إخوة الكرام، يعني الأخلاق اللي تظهر على الإنسان وخاصة الأخلاق الردية، هذه حقيقة تخوف الإنسان، يعني تشعره، بل تشعر الناس بأنه لا دين له ولا أخلاق ولا 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 إيمان، ويخاف منه. فعلى الإنسان أن يعني أن يراقب نفسه وأن يراقب قلبه وأن يراقب أخلاقه. الإنسان يا إخواني، بعض الناس فيهم قساوة مثلا على 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 أهله، على أرحامه، بعض الناس حتى مع والديه نسأل الله العافية، بعض الناس أخلاقه سيئة مع والديه. يعني انظر لما تكون أخلاق الإنسان سيئة، أو الإساءة عندما تكون إلى من أحسن إليك، هذه أكبر إساءة والعياذ بالله. عندما يسيء الإنسان إلى ربه والعياذ بالله، لا يعبده، لا يصف الله تعالى بما يليق به، يعني هو الأعلى، من أكبر، من أحسن إليك ربك سبحانه وتعالى، ثم رسولك صلى الله عليه وسلم، ثم دينك هذا الذي به نلت مرضات الله، ونلت به الاستقامة، ونلت به الرضوان إن شاء الله. ثم بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين. انظر إلى من والعياذ بالله يسيء إلى والديه، أو تظهر الأخلاق الرديئة بينه وبين والديه، يعني هذه أكبر إساءة عندما يسيء الإنسان إلى من أحسن إليه، عندما يعض الإنسان اليد التي أطعمته، عندما يكسر الإنسان اليد التي حملته، عندما يركل الإنسان اليد التي دارته وحافظت عليه وحرسته في يوم من الأيام. يعني هذا هو المأسوف عليه. أقول إخوة الكرام بأن الآن عرفنا أن هناك ارتباط بين الأخلاق الظاهرة على الإنسان والداخل. هذا التلاحم وهذا التلازم يتطلب فيما ذهبت إليه أو ما عرفته أمرين اثنين. الأمر الأول يا إخواني يتطلب أن الإنسان يحافظ على إيمانه. يعني نحن أعظم نعمة أعطانا الله تعالى إياها هي نعمة الإيمان. عرفنا بالإيمان الحلال والحرام، عرفنا الحق والباطل، عرفنا الحق ورزقنا الله اتباعه بفضله ثم بفضل الإيمان به، كذلك عرفنا الباطل ورزقنا الله اجتنابه، عرفنا تقدير النعم، عرفنا الحلال والحرام، عرفنا ما لنا وما علينا من بر وإحسان واستقامة، وعرفنا ما يجب أن نتجنبه، عرفنا أخواني حقيقة هذه الدنيا، عرفنا ما هو مقبل عليه الناس بعد الموت. كل ذلك بفضل الله تعالى ثم بمنته علينا بالإيمان. فالإيمان يجب على الإنسان أن يحافظ عليه. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإنسان إخواني يزيد من طاعاته، اعبد الله تعالى على قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع أن تعبد الله تعالى. العبادة إخواني كل ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله، العبادة شاملة، العبادة لا يستطيع أحد أن يحيط بها، ولكن اعبد الله تعالى في كل كبيرة وصغيرة، أنوي بعملك هذا مرضات الله، طاعة الله، أرض الإخلاص لله. فالإنسان يا إخواني بالطاعات يزيد إيمانه، وبالمعاصي يقل إيمانه. ولذلك يعني يحرص الإنسان على أن يزداد من الطاعات ويعمل الصالحات ويجتنب المعاصي والسيئات. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن الإيمان يزيد بمعرفة الله تعالى، يعني هذه قمة الإيمان، أن تعرف الله تعالى، يعني تعتقد في الله تعالى العقيدة الصحيحة التي تليق به سبحانه وتعالى، فتثبت لربك ما أثبته لنفسه، وتنفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه. كذلك تعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، لا تحلف إلا به سبحانه، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنك تقف على الإيمان أو العقيدة الصحيحة التي يريدها الله تعالى، هذا في الله عز وجل. فبمعرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته يزداد إيمانك. كذلك بالتفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية. الكونية هذه الآيات التي في الكون من ليل ونهار
ونجوم وكواكب وغير ذلك. هذه كلها أيضا الإيمان إخواني يزيد كما ذكرنا بالطاعة. فيا إخواني فلنحرص على الإيمان على إيماننا ولنداري إيماننا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم